السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين بخير، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو هذا بلا ما نطول عليكم، ما فيه لا طياب لا روتين لا شي حاجه. هذا الفيديو هذا خاص بالنسبه لهذا الزلزال المدمر اللي وقع في المغرب، وبالخصوص في النواحي ديال مراكش وفي الحوز بصفه عامه. ونتمنى من الله الله يرحمهم ويغفر لهم الناس اللي ماتوا، وكنتمنوا من السلطات يتعاونوا مع هاد الناس وينقذوهم في اقرب وقت، حيت كاين الناس اللي باقيين حيين تحت الانقاض كيستناو اللي يعتقهم. كاينين الناس اللي بالجوع اللي ما وصلهمش الماكله، كاينين اللي ما عندهمش ما وصلهم حتى شي حاجه. كنتمنوا من السلطات انهم يقوموا بالواجب ديالهم ويتحركوا ويمشوا يعتقوا هاد الناس باقل حاجه اللي عنده الامكانيات ولا عنده كيفاش يدير باش يعاون هاد الناس هادو. عاونوهم وساعدوهم، لان هذا الشيء راه يقدر يوقع في اي بلاصه، ماشي غير في الحوز ولا في مراكش ولا في النواحي ديال مراكش، يقدر يوقع في اي بلاصه في المغرب وفي العالم كامل. لانه الزلزال ما كيختارش البلاصه بالضبط، لانه كل شيء كيبقى في المكاتب وكيبقى في البلاصه اللي كيتسبب فيها هذا الزلزال، هو فاش كيوقع في ذاك البلاصه بالضبط. ونتمنى من الله يكونوا هاد الناس هادو يقوموا بالواجب ديالهم ويعتقوا هادوك الناس مساكن، لانهم في واحد الحاله حرجه بزاف. وعتقوا الناس اللي مجروحه والناس اللي باقيين تحت الانقاض عتقوهم. والناس اللي على برا راه كاينين الناس بالجوع، كاين اللي كيبات عريان وكاين اللي كيبات ما عندهم باش يتغطاو باش يفرشوا، ما يدعدهم كيفاش يدرقوا بالبرد، حيت كاين البلايص اللي فيهم البرد. كاين وليدات صغار، كاينين الناس كبار. نتمنوا من الله انهم تقوموا بالواجب ديالكم، باقل حاجه اللي عندكم تعاونوا بها هاد الناس هادو، لانه هذا الشيء مؤثر بزاف الصراحه، وبقاو فينا هاد الناس بزاف. احنا وقع وصلينا غير داك الشيء القليل وتخلعنا بزاف، وعرفتي الناس كلشي خرج برا، كلشي خايف، وهذا الشيء ما راه ولا ضيور لا حتى شي حاجه، غير تزعزعنا واحد شويه. المهم ما نقولكمش الخلعه اللي شدتنا هذيك النهار هذيك الليله هذيك، لانها كانت ليله صعيبه بزاف على جميع الناس، على جميع المغاربه كانت صعيبه بزاف، وخصوصا هاد الناس اللي رابوا عليهم الديور واللي باقيين تحت الانقاض، والناس اللي العائله ديالهم كيعرفوا عارفينهم بانهم باقيين تحت الانقاض وما كاينش اللي غيعتقهم. الله يجازيكم بالخير، اللي يقدر يعاون هاد الناس هادو باقل حاجه ولا باكثر حاجه، اللي مهمه داكشي على حسب المستطاع ديالكم. الله يجازيكم بالخير، وقفوا مع هاد الناس هادو. واحد المره قبيله مسكينه بقات فينا بزاف، عرفتي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، كتقول لك العائله ديالها باقيين تحت الانقاض وما كاينش اللي يعتقهم ولا يعاونهم ولا يجبدهم ولا يعتقهم، وتشوف الناس عائلتها كيموتوا وهي ما عندهاش كيفاش دير، باش غادي تجبدهم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. خاص السلطات يتحركوا من جميع النواحي ديال المغرب، ماشي غير في النواحي ديال مراكش وداك الشيء، حيت هذا الشيء وقع في المغرب وحنا كاملين بلد وحده. مغرب ماشي فيه بزاف البلايص، المغرب كاين دوله وحده، ونتعاونوا مع بعضياتنا. اللي عنده كيفاش يدير باش يعاون هاد الناس هادو، الله يجازيكم بالخير، عتقوا هاد الناس هادو لانهم في واحد الحاله حرجه بزاف. والناس حنا كنقول لك غير واحد في عائلتك كتبقى غط حماق، ماشي اللي كيشوف راسو، كاين اللي يبقى غير بوحدو، كاين اللي باقي ولادو وباقيين تحت الانقاض، كاين اللي باقي الوالدين ديالو تحت الانقاض كيستناو هاد الناس يعتقوهم، كاين الناس اللي مازالين حيين تحت ديك الانقاض. الله يجازيكم بالخير، لما ديروا قدر المستطاع ديالكم وعاونوا هاد الناس وساعدوهم، لانهم راه في واحد الحاله حرجه بزاف، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ونتمنى من الله الله يصبر على العائله ديالهم، الناس اللي ماتوا الله يصبر العائله ديالهم، والله يصبر جميع المغرب، ان هذا عزاؤنا واحد، وان لله وان اليه راجعون. صراحه بقوا فينا هاد الناس بزاف وما عندنا لا حول لنا ولا قوه، ونتمنى من الله تساعدوهم، الله يجازيكم بالخير.